السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سنقوم بعمل تأثير شافلد بيبر، أي التي تظهر على شكل أوراق. هنا قمت بعمل ارتيكل وبداخله H3 و2 باراجراف تظهر على هذا الشكل. حاليا سنمر مباشرة إلى ستايل، سنكتب body، سنغير فقط الباك جراوند بالنسبة للبادي إلى اللون الرصاصي، ثم نمر مباشرة إلى الارتيكل ونقوم بتنسيقه. سنعطيه ويدث 400 بيكسل وهايت اوتو على حسب المحتوى، ثم مارجن 50 بيكسل اوتو حتى يتوسط، ثم باك جراوند. هنا الباك جراوند سأضع هذا اللون، اللون الأصفر. إذا كنترول اس، سأقوم بعمل ريفريش. هكذا تبدو حاليا. سنستكمل التصميم، سنضع بادينج من جميع الجهات ب 15 بيكسل، وفونت فاميلي فقط سنضع سان سيريف، وبوكس شادو خفيف 2 بيكسل من جميع الجهات. اللون بالار جي بي اي 2 2 2، والاوباسيتي 0.3. ريفريش. سنمر الآن لتنسيق ال H3 ثم الباراجراف. سنكتب article H3 font size 1.5 EM، مناسبة. سنضع له الآن باك جراوند بالار جي بي اي 2 2 2، والأوباسيتي هذه المرة 0.7، والكالر بالأبيض طبعا حتى يظهر التكست. بالنسبة للباراجراف الفونت سايز ايضا 1.5 EM، واللاين هايت 1.6 EM، يمكن تغييرها فيما بعد. كالر 666. إذا ريفريش. سنضيف البادينج، تصغير الفونت سايز بالنسبة للباراجراف، هكذا أفضل. بالنسبة لل H3 سنضيف بادينج 5 بيكسل، 10 بيكسل. كنترول اس، ريفريش. هذا افضل. بالنسبة للفونت سايز، بالنسبة للباراجراف ساصغره اكثر، الان ساكتب ارتيكل بي 4، وأيضا الارتيكل افتر. سنضع البيفور والافتر، ولكن قبل ذلك سنضيف البوزيشن غولاتيف بالنسبة للارتيكل، لأن البيفور والافتر سيكون مرتبط
بالأرسيكل. بالنسبة للبيفور والأفتر سنكتب content ثم نضع space فارغ. هذا الكونتنت سنضع له display block width 100% و height أيضا 100%، و background مؤقتا سأضع اللون الأحمر. سأضغط على refresh، لن يظهر الآن لأنني لم أضع position absolute. الآن سيظهر ولكن بشكل غير جيد. سنضع top 0 والليفت أيضا 0. ريفرش الآن يظهر فوق الارتيكل. سأضع الزد اندكس ناقص 1 حتى يظهر خلف الارتيكل. الآن ليس مختفي، هو فقط خلف الارتيكل. إذا سآتي الآن سأخذ هذا اللون الأصفر الذي وضعته للارتيكل وسأضعه مكان الباك جراوند هنا بالنسبة للبيفور والأفتر، ثم أمر لتنسيق البيفور لوحده والأفتر أيضا لوحده. بالنسبة للبيفور سأكتب ترانسفورم روتيت five degrees control S ثم أقوم بنسخ هذه القواعد وأغير هنا 5 إلى ناقص 5 بالنيجاتيف هذه المرة، يعني الروتيت للجهة المعاكسة. سأضغط على ريفريش، كما ترى البيفور والأفتر يظهران بهذا الشكل كأنها أوراق مرتبة أو غير مرتبة. ما سنقوم به الآن هو إضافة background هذه المرة باللينير gradient بالتدرج اللوني ابتداء من التوب، يعني من التوب نحو البوتوم فاصلة. سأضيف الألوان الآن مؤقتا، سأضع الريد والجرين بشكل مؤقت. سأضغط على كنترول اس، سأضيف الفاصلة هنا كنترول اس. إذن سأضغط على ريفريش، هكذا يظهر الجراديانت. طبعا لا أريده بهذا الشكل. ما سأقوم به الآن هو إضافة الـ background size 100% أفقيا نعم، و 40 بكسل عموديا. الآن linear gradient ستتكرر عموديا بعد كل 40 بكسل. سأضيف الـ WebKit بالنسبة للـ background size Ctrl S ريفريش. كما ترى متكررة بعد كل 40 بكسل. الآن سأستخدم هذا اللون، لون أزرق فاتح، سأستخدمه مكان. أولا سأمسح الويب كيت لأن إضافة الأوتو بريفيكسل تسبب مشاكل أحيانا. وضعت الأزرق مكان الريد ومكان الجرين، وضعت اللون الأصفر الذي نستخدمه طبعا غير ظاهرة. كما قلت إضافة الأوتو بريفيكسر
تسبب مشاكل في الويب كيت، سأعالج المشكل. كيف سأزيل فصل المنقوطة ثم أعيده ثانية وأضغط على كنترول اس حل المشكل. كما ترى اللون الأزرق الفاتح، سأضيف الآن أمام اللون الأصفر سأضيف 2%. إذن كنترول اس ريفريش، كما ترى يظهر الخط بين السطور. يمكن تعديل اللاين هايت بالنسبة للباراجراف حتى يتناسب قليلا مع هذه الخطوط. إذا سأنقص اللاين هايت قليلا، اختفى ثانية. الإضافة سببت مشكلة أيضا في الويب كيت. سأمسح كل هذه الإضافة، سأمسح كل الويب كيت ثم أعود كنترول اس على الخط. سأفتح الانسبكت إليمنت أفضل. هنا يمكنني التحكم بقيمة اللاين هايت، سأزيده قليلا. يمكن تغيير الرقم حتى نرى أنها مناسبة للورقة، واحد فاصلة ستة تبدو مناسبة. جيد. الآن سأضيف، سأدلكم على تأثير جميل جدا. سأضيف خاصية content editable تساوي القيمة true، سأضيفها للأرتيكل. سترى الآن تأثيرها. يمكنني مسح كل هذا التكست، تعديل التكست أو مسح كل التكست وكتابته من جديد. كما ترى يمكنني التحكم هنا، يمكن لليوزر التحكم في التكست هنا كما يريد. يمكنه مسحه بالكامل وكتابته من جديد. كما ترى باستخدام هذه الخاصية content editable تساوي true. إذا دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.